سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا ان شاء الله بألف خير. المهم هذا فيديو جديد وغادي يكون عبارة على واحد بناشي بفواكه متنوعة، و نتمنى يعجبكم ان شاء الله. يعني هو بزاف طرق بسيطة بغيت نشاركو معاكم وكنتمنى يعجبكم. المهم غادي نبقاو مع المقادير على بركة الله. المهم اول حاجة عندي هنايا ليمون عصير، يعني مقدار واحد جوج كؤوس يعني كبار، على حسب الكمية اللي غادي ديرو نتوما ديال هاد العصير، على حسب الكمية. المهم هنايا عندي تفاحة، وعندي جوج تفاحات، وحدة بيضة وحدة حمراء، وعندي هنايا بنانة وحدة، وعندي هنايا شوية الفريز، وعندي هنايا البيمون. نتوما ديرو بيمون اللي بغيتو، باش ديرو مبغيتوش ديرو على حساب الاختيار نتوما. مو انا غندير هاد البيمون، اختاريت هذا صافي. وغادي نقطع هاد المكونات وغنديروها في الخلاط الكهربائي، وانتم غتشوفوا معايا الطريقه. على بركه الله ندوزو دابا نديرو نقطعوا الفواكه ديالنا. صافي البنات، دابا غندوزو باش نقطعوا هاد المكونات ديالنا. عاد ديال نخلي غير جنب ديال الليمون، وغندوزو دابا باش نقطعوا هاد الفواكه ديالنا. كاينين الطريقة كتجي بسيطة وكيجي زوين، يعني الفواكه اللي عندكم نتوما اختيار ديالكم، الفواكه اللي موجودة عندكم تقدر ديرو اختيار ديالكم نتوما شنو بغيتو دير. الطريقة نقطعو التفاح، كنديرو بيه القشرة ديالتو باش كيبقى ليا داك القشور ديالو يعني باين في الطناش ديالي، واللي بغا يحيد ليه القشرة ديالتو غيحيدها. بطبيعة الحال بعد ما غسلتو مغسول، ندوز التفاح الاخرى. صافي هذه الكميه كافيه، يعني انا الفريز ديالي تا هو غنديرو. هو ناخذ الليمو ديالي، الليمو يعني بالنسبة للليمو اللي بغا يديرو يديرو، مبغاش يديرو ميديروش، يعني اختيار نتوما وشنو كتبغيو. أنا غندير الليمو خصني غندير فقط الكمية شوية، صافي دابا هو موجود ليا والعصير ديالي، وغندوز نديرهم في الخلاط الكهربائي وغنطحنهم ونرجع معاكم ان شاء الله. البنات هو الطناش ديالي بعد موجد، يعني كيفاش كيجي نوريكم. كيجي زوين بزاف بزاف، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعموني وتشتركوا في القناة ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك،
وشكرا لكم بزاف بزاف كاع البنات اللي دعموني وحتى اللي غيدعموني، وكنشكركم بزاف بزاف من قلبي والله، وشكرا لكم بزاف.